وبتاني مساحتنا الصباحية لليوم حنبقى بالمساحة الطبية. اليوم رح نحكي عن الإبر الصينية، كتير انتشرت بالآونة الأخيرة وصرنا نسمع أنه هي صارت بديل للمسكنات وصار الأطباء يروحوا لإلها بمعظم الحالات. شو هي الإبر الصينية؟ كيف بيتم اليوم أخذ هي الأبر وكيف الطبيب بيقوم بتطبيق الأبر الصينية؟ ولكن اليوم نحن رح نضوي على موضوع الفك والقلع والجراحة بالأسنان لنعرف شو استخدامات الأبر الصينية ضمن هذا المجال. ضيفنا لليوم هو الدكتور جورج قسيس، أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين. سعد صباحك. سعد صباحك. سعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. هلا هي شائعه القصه وقت بنقول ابر صينيه، ولكن في ناس كثير يعني ما كثير عامله بحث عنها او مستخدمتها يعني، ولكن اليوم النقطه عم نحكي نحن عن طب اسنان، يعني وقت بتقول انا بدي استخدمها شو يعني؟ تماما. هلا خاصه شيء غريب اليوم بالاسنان يعني. تمام. هلا الابر الصينيه هي نوع من انواع الطب البديل، يعني الطب اللادوائي اللي ما بنعتمد فيه على الادويه التقليديه. من هالطب البديل هذا مثل ما بنعرف الاعشاب مثل الزهورات واليانس وهالقصص، وفي منهم كمان العلاج الفيزيائي. والقسم الثالث هو الابر الصينيه اللي هو بيعتمد على الطب الصيني اللي موجود من 3000 سنه. اذا بدنا نحكي عن استخدامات هاي الابر ضمن مجال عملك، هلا هي حنحكي اليوم مثل ما قلنا ضمن مجال عملك، ولكن هي تستخدم بمجالات كثير طبيه. تماما. الابر الصينيه لها كثير مجالات مثل ما تفضلتي حضرتك، منها تسكين الالم بعد مثلا العمليات الجراحيه، منها ازاله الالتهاب. صحيح. في لها كثير مجالات للاستخدام. اليوم بدي احكي انا عن موضوع الابر الصينيه لتسكين الالم اللي هو تالي للقلع الجراحي لدراسه العقل اللي نحن بنقولها، بنقول الارحاء الثالثه. هو بحث انا عملته من تقريبا 8 سنين واعطى نتائج كثير حلوه. كانت تجربه يعني كانت من 8 سنوات؟ من 8 سنوات عملت. تمتى فيما بعد؟ بصراحه ايه. خلينا نحكي عن آلية تطبيقها بشكل على أرض الواقع. اليوم جراح أو طبيب الأسنان كيف بيتم تطبيق هاي الإبر الصينية؟ تمام. هلأ بس أول شيء لأعمل شرح صغير عن الإبر الصينية. فضل. هي إبر ناعمة بسيطة، طبعا بتفوت بمقدار ميلي لمليين بالجلد، وبيتم تفعيلها يا اما بشكل يدوي يا اما بتفعيلها بشكل بالنبضات الكهربائيه. هلا اليه عملها هي انه بترسل اشارات عصبيه للجهاز العصبي المركزي. بالجهاز العصبي المركزي بتحرضه على افراز مواد مسكنه مركزيه طبيعيه بنسميها الاندروفينات. هاي المواد الطبيعيه المسكنه بتعمل بلوك او بتعمل قطع للسياره العصبيه الالميه الجايه، وبالتالي بتم تسكين الالم. فينا نقول اليوم فينا نستخدمها بدل التخدير، ممكن يروح عليها الطبيب للناس اللي عندهم حساسيه بموضوع التخدير. تماما. مستعملين التخدير مستعملين تسكين الالم كمان. الفكره هي انه بالاونه الاخيره كثير في مرضى عم تراجعنا بالعيادات عم تطلب اجراءات عمل جراحي، ولكن هالمرضى هاي عندها مشاكل صحيه احيانا بتكون في عائق نحن لانه نعطي مضادات التهاب لا ستيرويديه بسبب مشاكل هضميه بسبب مشاكل بالجهاز التنفسي. فنحن عم نحكي اليوم عن موانع لمنع الابر الصيني، خلينا شوي نتوسع. مثل ما قلت حضرتك دكتور، في احيانا حالات نحن غير قادرين، طبيب اليوم غير قادر اليوم يروح لموضوع الابر الصيني. شو هي؟ اكيد موضوع السكري يمكن من اهم العناوين دائما بيقولوا لك بامراض الفك. تمام. انه تطبيق الابر الصينيه شو هي المضادات الاستطلاع مين الاشخاص الغير قادرين اليوم انك تقدر تستخدم معهم الابر؟ هلا الابر الصينيه بشكل عام مضادات استطلاعها كثير قليله، يعني ممكن نحن نصنفها بشكل كثير بسيط انه الناس اللي عندها حساسيه للماده المصنوعه من الابره اللي هي ماده المعدن او المصنوعه من الابره، وممكن يكون مثلا المراه الحامل. طبعا المراه الحامل عندها كثير ممنوعه من كل شيء. تماما. فبنحاول نتجنب استخدامها عند المراه الحامل، بس بشكل عام مرضى السكري فينا نطبق لهم ابر صينيه بدون اي مشاكل، وباقي المرضى بشكل طبيعي. فهي اجت الابر الصينيه لحتى تحل محل الادويه اللي نحن بنوصفها بشكل تقليدي لحتى نتجنب الاثار السلبيه لهي الادويه. طيب خلينا نحكي عن استخداماتها بعد العمل الجراحي. تمام. اليوم وقت اللي بيكون عندك اي عمل جراحي شق سن او كذا الى اختصاصك اكيد. تمام. ممكن نروح للابر الصينيه. تمام. شو تاثيرها؟ اوكي. هلا البحث اللي انا عملته هو تاثيرها لتسكين الالم بعد العمل الجراحي. فانا بعد تماما بس لتسكين الالم. النقاط اللي اعتمدتها انا بالبحث تبعي هي ثلاث نقاط، هي الموجوده على مسارات، هي مسارات الطاقه بنسميها بالطب الصيني. فهن ثلاث نقاط اعتمدتهم بهي المنطقه، ومنطقه زاويه الفك، ومنطقه بين السلاميه الاولى والثانيه. بهدول الاماكن اللي ذكرتها هدول الاماكن انت بتعطي هدول الابر الصينيه يعني بوجود اي حدا اليوم عم شوفنا نقول الاسنان
بتروح الفكره فورا انه ضمن الفم يصير صحيح. العطاء صحيح، بس نحن ما بنعتمد على انه نحط الابر بالمكان القريب لمكان الالم، نحن بنعتمد على هي مسارات الطاقه اللي حددها الطب الصيني. فالطب الصيني بيقول انه في مسار بيمر من هاي المناطق، هاي واحده من هالنقاط هي موجوده بالايد، هي بعيده عن مكان الناحيه الوجهيه الفمويه ولكن هي بتعمل على تسكين الالم الوجهي الفموي. طيب ايمت انت ممكن نحن نرجع نستخدم الابر الصينيه يعني كمرحله زمنيه يعني؟ هلا رح احكي على الشيء اللي انا عملته لانه في كثير دراسات على الابر الصينيه. خلينا نحكي اليوم نركز على مجال الشغل. الشيء اللي عملته انا هو انه طبقت الابر الصينيه مباشره بعد اجراء العمل الجراحي لمده 20 دقيقه. تتفعل الابر الصينيه كل 5 دقائق طبعا لمده 20 دقيقه، بعدين تزال الابر الصينيه ووقتها اعطيت المريض استماره ليعبي لي انه قديش شده الالم كانت وكم عدد الأدوية اللي هو تناولها مسكن الألم بعد العمل الجراحي. فنتائج بحث كانت كثير ملفتة للنظر الصراحة. شو يعني كانت؟ خففنا من كمية الأدوية المتناولة بعد العمل الجراحي. يعني نحن حاولنا بهالطريقة هي إنه نستعيض عن الأدوية بالإبر الصينية اللي هي ما لها آثار جانبية وما بتأذي الجسم ولا بتعمل مشاكل هضمية ولا بتعمل مشاكل تنفسية. فبهالحالة هي نحن خففنا من كمية الأدوية وبعض الأحيان ممكن نستغني عن الأدوية بشكل نهائي. ذكرت نقطة حكيم عن البحث اللي سويته حضرتك، ولكن خلينا هيك شوي نوضح. اليوم الإبرة قد ايه بتبقى بعد الخزانة؟ بتبقى محطوطة بالمكان اللي أنت رايد الحقن فيه قد ايه؟ تقريبا ربع ساعة؟ 20 دقيقة أنا طبقتها. 20 دقيقة. هلا طبعا في تطبيقات مختلفة، هلا مثلا في أطباء بيطبقوها لفترة أطول، في لفترة أقصر، بس أنا البحث تبعي كان لمدة 20 دقيقة. هلا شو آلية العمل؟ بيتم تحريكها وهي بقلب الجلد؟ تمام، هلا بتنزل الإبرة لمسافة ميلي لميلي ونص ضمن الجلد، بيتم تفعيلها مباشرة، التفعيل بيتم عن طريق فتلة يمين وشمال، نص دورة يمين نص دورة شمال، بهالحركة هي بيتم تفعيل المسار الطاقة الموجود بالجسم حسب الطب الصيني. على ذكر الطاقة، لا أكمل كمل فكرتك، كمل هلا فكرتي. فهذا التفعيل هو اللي بيرسل إشارات عصبية للجهاز العصبي المركزي. بيخليها تفرز المسكنات الطبيعيه بالجسم. هي المسكنات الطبيعيه هي اللي بتقوم باثرها بتسكين الالم. قد ايه نحن اليوم بحاجه لهدول القصص الطبيعيين بحياتنا؟ يعني احنا اليوم ما بدنا نقعد نجمل بالقصه، نحن كنا اليوم عم نستخدم مسكنات بشكل كثير فظيع. يعني حنجرب هي القصه دكتور. صحيح. وعلى ذكر كلمه الطاقه، اذا هيك بنرجع بالابحاث القديم بيقولوا انه بالصين يعني كانوا يستخدموها، يعني اول ما ظهرت هي صينيه من اسمها اكيد، يعني كانوا يستخدموها لتحرير الطاقه، كان عندهم معتقد انه في طاقه بالجسم الانسان محبوسه. اليوم الابر شغلتها انه تحرر هاي الطاقه، وبس تحررت عم تفعل مسارات الجسم كلها. صحيح. الانسجه كلها، وبالنهايه عم يروح الالم. قد ايه اليوم بينك بين بحثك وبين هذا الدراسه في تقارب؟ يعني كثير في تقارب. ما هو الطب الصيني مثل ما تفضلتي حضرتك هو يعني بيدرس على انه بيقول انه المرض بيجي من انه ما في توازن بالطاقه بالجسم. فمبدأ الطب الصيني هو نحن انه نرجع هذا التوازن حتى يرجع الجسم صحي. فكتير مهم انه نشتغل على هالموضوع. هلا في ناس بتقول انه والله الطب الصيني موضوع خرافي او مانو ما في شيء من الصحه، ولكن له تطبيقات وتطبيقات ناجحه. يمكن لانه بيقولوا دائما انه هو بيحكي بموضوع الطاقه اكثر، حتى بكل الامراض على فكره. يعني دائما احنا امراضنا يعني بيقولوا المنشا عم يكون الاكثر نفسي. يعني تذكرت هلا هي الطاقه اسمها تشي. تشي صحيح. طيب حكينا بالشيء الايجابي، تمام، خلينا نروح شيء سلبي. مع انك ذكرت حضرتك انه ما في اي اثار سلبيه، ولكن كرمال نركز ونضوي على الفكره اكثر، هل ما في ابدا اثار سلبيه للقصه؟ يعني اثار سلبيه مثل ما بالبدايه انه ممكن الحساسيه للماده المصنوعه من الابره، المراه الحامل بشكل مضاد استطباب مطلق لانه وضعها حساس المراه الحامل. ممكن اضطرابات النزفيه لانه وهز الابره بالجلد ممكن يعمل نزف بسيط لانه هي سطحيه كثير رح تكون، ولكن بنحاول نتجنبها عند المرضى اللي عنده مشاكل نزفيه. باقي ما تبقى قابل للتطبيق وبشكل كثير بسيط. قادرين انه كل فتره نرجع نعيد استخدامها؟ تمام، ما في مشكله من الاستخدام المتكرر. ما بيقولوا انه شغلي يعني مثل وقت انت بتاخذ البناتول او السيتامول بتوصل لمرحله انت جسمك ما بقى يتفاعل مع القصه او ما بقى يستجيب لهذا المسكن، بيقول لك جسمك تاقلم عليه، خذ شيء اقوى، فانت الدوز. بتروح للشيء الاقوى بيرجع بيتاقلم عليك. صحيح. جسمك. فهاليوم الابر الصينيه نحن نمرق بهي التجربه؟ لا نهائيا، لانه انت ما عم تدخلي على الجسم ماده دوائيه، فالجسم ما عم يشكل اضداد تجاهها، فبالتالي نحن باي وقت وباي زمن ممكن نطبق الابر الصينيه لاي فتره
فرح الجسم رح يستجيب لها. اليوم قد ايه المرضى اللي عم يزوروا عيادتك عم يروحوا لموضوع الابر السيني؟ هل يعني موجوده هي الثقافه بشكل كثير عندنا؟ هلا للاسف للاسف بدنا لازم نضوي على الموضوع اكثر، لانه هلا بلدان برا، بلدان غربيه كثير منتشر موضوع الابر السيني والمعالجات والطب البديل، وكثير الناس عم يترددوا على هي العيادات لانه عم يشوفوا في نتائج منيحه منها. للاسف عندنا ما كثير هالثقافه منتشره، فلهيك انا كثير بشجع انه ليش لا، ليش ما يكون في عيادات للطب الصيني او الابر الصينيه، عيادات خاصه قصدك؟ عيادات خاصه، او حتى ممكن الواحد بعيادته ممكن يعمل كورس على الابر الصينيه ويطبقها. الموضوع تطبيقه بسيط، بس نحن نعرف شو النقاط اللي لازم تتطبق فيها. برايك ليش في شويه خلينا نقول ثقافه ما كثير عاليه بموضوع الابر الصيني، او ناس ما بتروح لها؟ هل بخافوا اليوم من الدكتور انه كونه شيء جديد؟ هو ما هو جديد، ولكن يعني كونه اول تجربه بيبقى الواحد خايف منه على طول. يعني هلا الخوف هو من الشيء الغامض او الشيء المو معروف دائما، فلما نحن ننشر توعيه على موضوع الابر الصيني واليه عملها وانه ما في مشاكل منها، فبتلاقي الناس انه بتتردد لانه تحاول تجرب نشوف شو هذا، بس تحس انه في نتائج ايجابيه فبتكررها، بتعيد التجربه مره ثانيه وثالثه. طيب نحن حكيم اليوم فينا نعتبر انه الابر الصينيه هي حل نهائي للالم او لا؟ لا، ما فينا نعمي وما فينا نجزم انه الابر الصينيه هي مسكن نهائي للالم. ممكن تساعد بتخفيف كميه الادويه اللي احنا بناخذها المسكنه، بس ما فينا نقول انه هي نهائي، لانه اجسام ممكن تستجيب لها ممكن ما تستجيب لها، ممكن تستجيب بشكل كبير ممكن تستجيب بشكل كبير. ايمتى الجسم ما بيستجيب؟ هلا هذا موضوع حسب الطاقه، هلا لانه الطب الصيني بيعتمد على الطاقه، ففي اجسام فيها طاقه، في اجسام فيها طاقه خفيفه وطاقه عاليه. فانا ما تعمقت كثير بموضوع الطب الصيني، بس اللي فهمته من الموضوع هو انتشار الطاقه بالجسم او جريان الطاقه بالجسم هو اللي بياثر على استجابه المريض للابر الصيني. نرجع للوضع النفسي، انا اليوم حابب انشرح بالقصه هيك سريعا وبدون ارقام. كسعر اقتصاديا يعني هي اليوم حتناسب الناس والم الناس؟ هلا هي حتما هي يعني بدها تكون اوفر من الادويه، يعني صيدليه المسكنات اللي عندنا. صيدليه المسكنات اكيد اوفر. الابره الصينيه كتكلفه يعني هي ما أنا غاليه عمليا، يعني هي ما مصنوعه مواد كثير بسيطه، وبتوقع كمان المعالجات ما تكون بكلفه المعالجات الدوائيه. خلينا نشجع كونه انت اليوم كطبيب حابب فكره الابره الصينيه، فاليوم نحن بنشجع عن طريق هيك الاخباريه انه اليوم السعر مناسب وهو بديل للمسكنات وهو شيء ايجابي يعني. تمام. بالنهايه دكتور خلينا هيك نعطي نصائح لكل حدا عم يشوفنا بمجال الابر الصينيه. تمام، انا من خلال تجربتي اللي عملته من خلال الدراسه لاحظت انه في نتائج ايجابيه كثير بالنسبه لاستخدام الابر الصيني لتسكين الالم بعد العلاج الجراحي. ومن خلال القراءات اللي اطلعت عليها كمان لها دور تسكيني ومعالج للمشاكل، في مشاكل ثانيه كمان مو شرط القلع الجراحي، فانا كثير بشجع على هذا الموضوع. ذكرتيني حضرتك بكمان كيس ريبورت حاله اشتغلت على الابر الصينيه، مريضه كانت كبيره بالعمر، مريضه سكري وعندها مشاكل صحيه مختلفه، عندها الم عصاب مثلث توائم بنسميه نحن او الم عصبي، ظلت تقريبا 7 سنين عم تاخذ الدواء اللي هو الاستطباب لهي الحاله بنسميه التيجريتول او الكربامازيبين، للاسف ما كان في استجابه، فعرضت عليها موضوع الابر الصينيه وتقبلت الموضوع. عملت لها جلستين لمده 20 دقيقه. بدك تتفاجئي بنتائج انه بعد 3 سنين ما حست ولا مشاكل وما اضطرت تاخذ هذا الدواء. ورجعت لي بعد 3 سنين عم تطلب انه انا بدي كمان جلسه ابر صينيه. فنتائج كثير مهمه. ايجابيه. قد ايه مهمه اليوم بموضوع الشقيقه؟ ما بنروح لامراض ثانيه، ولكن هي عن جد يعني عن تجربه ناس كثير بتعاني من الشقيقه كمان، والها علاقه كمان بالاسنان ووجع النصفين للراس. بدي اتشكرك واشكر حضورك لليوم، بدي اتشكر كل المعلومات لي. وهذا العلم هيك الحلو، وان شاء الله هيك كل حدا عم يشوفنا يكون استفاد من الفقره واستفاد من شو حكيته دكتور. ان شاء الله. شكرا كثير، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا.